عود والطلبة قد يعود إلى الهجوم ولنراه في اللحظات القادمة. محمد خالد جفار، جول! الله يعانيك الطلبة، حتى لو غاب الجمهور، حتى لو غاب الجمهور، حتى لو غاب العزف، حتى لو غاب العزف الجماهيري، يبقى الأنيق، يبقى يبقى الأنيق، يبقى هدف التقدم الأول. رد بثواني قليلة، رد على الرأسية، رد رد على الرأسية، رد محمد خالد جفال. يا له من هدف للأنيق، ويا له للهدف. الآن يترقب أحمد خلف من على المدرجات. شوفوا، الله 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 الله، هو هدف الجولة. ليش هدف الجولة؟ تخلص من اثنين دفعة واحدة بسندويش، عملهم سندويش سندويش اللقطة. الله حلو، يا محلاك يا محلاك، الله يا محلاك يا محمد خالد جفال، يا محلاك على التسديدة الأخيرة. والله للطلبة هدف التقدم الأول في الدقيقة 18. تسديد من الخبرة، تعود نفط الوسط، ما زال يسدد الجول قبل أن ينفض الشوط الأول. أنفاس الأخيرة، سجاد، ها هو سجاد يسجل من أنصاف الفرص، من أنصاف الفرص، سجل سجاد. الله لنفط الوسط بعد الفرصة الأولى، هو يسجل بالفرصة الثانية. نفط الوسط قبل أن ينتهي الشوط يعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. إذا نفط الوسط يعدل النتيجة بهذه التسديدة. هوب، الله يا نفط الوسط القادم من النجف، وهدف التعديل في مرمى الأنيق، وبالتالي هدف التعديل لنفط الوسط في مباراة اليوم بعد تمريرة رائعة من حيدر أحمد. موسى، حمزة، محمد، نقلات أنيقة للطلبة للعلي قاسم، كورة، فرصة للهدف الثاني للأنيق يا طلبة. ذو الفقار عايد يسجل في مرمى فريق السابق الأنيق بحركة أنيقة بالهدف الثاني في الدقيقة 67. كنت أتحدث عن الندم ودفع الثمن، دفع الثمن يا طلبة، دفع الثمن لنفط الوسط في مباراة اليوم. ضيع ثمانية فرص، ضيع ثمانية فرص للتهديف، لكن جاء الأنيق، جاء وسجل الهدف الثاني. شوفوا اللمسات، شوفوا الهمسات، شوفوا الجملة، شوفوا كيف رسمت. هذه جملة من زمن التسعينيات، هذه جملة من زمن الطلاب، هذه جملة من زمن عباس عبيد وأحمد خلف ومهدي كاظم والأسماء الكبيرة يا طلبة وعلي حسين. الله، بدأت من حمزة وهنا محمد ووقع من ثم الانتقال. شوفوا لعبها علي قاسم، شوفوا البدلاء، ومن ثم اللمسة، اللمسة. الله، هذه لعبوها بالتمرين أكثر من مرة، عادوها أكثر من مرة، والآن طبقوا. كم زيد، كرة من جهة اليسار، الآن نفط الوسط، نفط الوسط يخطف الكرة للتعديل. ماذا يفعل الدفاع؟ أخيرا نفط الوسط يعطل، والله يعطل الدفاعات. رسلان يسجل التعديل، رسلان حنون، يأتي دور المدافع بعد أن ضيع المهاجمين هدفين لهدفين بين المتصدر وصاحب المركز الخامس. وين علي لطيف؟ غير تلعب على الصافرة يا علي، ليش ما لعبت على الصافرة يا علي؟ ركنها ركن، ركنها ركن رسلان، كأنه لاعب بطعم اللاعب المهاجم وليس لاعب مدافع. وضعها بشكل جميل وخطفها، خطفها بشكل جميل. لا وجود لخطأ، لا وجود لخطأ في الزاوية، زاوية حارس المرمى على يمين الحارس.